خليني احكي لكم الابراج. اول اشي عندي برج الدلو وبرج الحمل. برجك يا برج الحمل، برج العذراء وبرج الثور، وكمان عندنا برج العقرب وبس. طيب خليني اخذ لكم كمان كروت نصيحة. نشوف الرومانس شو بيحكوا لنا. ملائكة الحب يعني حاليا هذا الشخص مستقر، يمكن ماديا هو مستقر، احتمال يكون هذا زواج وصار في مشكلة بيناتكم وانفصلتوا، مثلا انفصلتوا عن طريق المحكمة او عن طريق مثلا، يمكن مثلا مو محكمة، يمكن انفصلتوا بس لسه ما وصلت المحكمة، احتمال. كمان احتمال هذا الشخص بيقربك، يعني قريب منك مثلا من القرايب اشي هيك، ولكن وضعه المادي حاليا هو مستقر وهو بيشتغل على انه يستقر وضعه المادي. اكتر اشي هو مهتم في المادة جدا جدا. على فكرة الشخص هذا احتمال نطنشكو، ما معطيكو اهتمام نهائيا، ويمكن نوعيته هو شخص متكبر. طيب يمكن يكون هذا الشخص مثلا مو معطيكو اي اهتمام، او مثلا انه داير وجهه عنكو. يمكن هذا الشخص مثلا بحب المال كتير لدرجة انه مثلا مستعد يخسرك عشان المال. كمان يمكن هذا الشخص بيشتغل في مجال أسري مع أسرته، يعني مع عيلته مع قرايبه، ملتهي بشغله أكتر مثلا إنه من العاطفة. بس هو على فكرة هذا الإنسان قاعد بنتظر فيك يا برج الحمل. يمكن هذا الإنسان متزوج في علاقة تانية، أنت علاقة تانية تكون معاه، يلا كل واحد ياخد القصة اللي له، كل واحد طاقته. يعني انا بعطيكوا اكتر من اختيار. كمان هذا الشخص ينتظر منك رد صد اي اشي، وانت يا برج الحمل مو متحرك نهائيا، لانه انت يا برج الحمل هذا الشخص تباعد عنك دون سابق انذار وتركك ورحل، لانك انت متجمد المشاعر من ناحيته، وانت كأنه ما بدك مثلا تعطيه فرصة اخرى، ما بدك، كأنه انت حس حالك انك استشفيت من هذا الشخص، اخلعته من حياتك. احتمال يكون عندك استشفاء. على فكرة هذا الشخص بحبك جدا 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 جدا، هو شايفك انسان رائع جدا جدا، انسان طيب متسامح خدوم، انسان مو تعلف ولا دوران، انسان عندك بدل الموهبة عشرة. يعني احتمال تكون انسان مثلا اذا انت انسى شافك جميلة جدا جدا، محبة جدا، قلبك طيب جدا جدا، وانسان لا تعلم او ما بتعرف غير الطيبة، ذكية جدا جدا على فكرة، وشايفكو. وكمان هو شايفكو انه انتو احتمال منكو، هذا الشخص شايفكو انه انتو عمالكو بتنتظروا منه مصالحة، احتمال، لان انت حاليا يا برج الحمل في استقرار وزواج، والشخص هذا احتمال يكون هو مستقر وانتو مستقرين، يعني كل واحد مستقر في حياته. احتمال انت يا برج الحمل، بس انا شايفك سعيد جدا، او يعني نحكي على مستوى العائلي سعيد، ننسى مستوى العاطفة مثلا، انه عندك مثلا نجاحات في العائلة، عندك انجازات عملتها في العائلة، يمكن انه مثلا استقريت عائليا،
مع ان انت انا شايفك انه زعلان من ناحيه العاطفه لانك انت هو شايفك في عقل الواعي ان انت انسحبت من العلاقه، وكمان هو شايفك ان انت عندك عده شخصيات ماهر في لبس الشخصيات اللي اكتر من شخصيه، يعني مثلا فجاه بتطلع له بحبك وكل اشي رومانسي جدا وكل الرومانسيه فيك، وفجاه بتقلب على وش الخجل، فجاه بتصير شاعر، فجاه بتصير كاتب، كاتب يعني انه كاتب مثلا نحكي يوم بتكون مثلا بتكوني انت ضد الرجل، يوم بتكوني مع الرجل، او يوم بتكوني مع الحب ويوم بتكوني ضد الحب، هيك شيء متقلب اكثر من شخصيه. يعني على فكره هو متحير وواقف هيك بقول طب اي شخصيه هي منهم، هيك ولا هيك ولا هيك، طب هل هي بتحبني، طب هل هي بتعبر عن مشاعرها عشان مثلا هيك، يعني هو بوقف وبنتظر مثلا تعبير. فهو شايف انه عندك اكثر من شخصيه، او يعني عندك كشخص عندك اكثر، اذا انت رجل عندك اكثر من شخصيه، بتلبس 100 شخصيه. مش نفاق على فكره، لانه شايفك طيب جدا جدا، وشايفك متسامح جدا جدا، وشايفك كمان انت اشي بستنى فيه من سنين، الحب كله متسامح يا طيب. هو يعني هذا الشخص اذا هو مثلا عملكم تطنيشه وتجاهل مثلا، ومثلا عرض عليكم عوض تجاهلكم، فهو شايفكم كيف بدي احكي لكم، شايفكم انه انتم من عند الله اجيتوه، فرصه من الله اجيتوه، بس هو شايفك انه انت، هو على فكره هذا الانسان بوقف مستغرب شخصيتك انه انت بقولك طب هو مثلا انت على الفيس بتنزل يوم مثلا انني بحب الحياه فالحياه مثلا مش عارف شو، يوم بتنزل انها الحياه مثلا بتعطي للمالوش حظ ومالوش يعني هيك، انه يوم مع الحياه ويوم ضد الحياه، يوم مع الحب ويوم ضد الحب، انت كانك متردد، شخصيتك متردده باله. هو شايفك هو واقف هيك وبيحكي طب ايش بده بالضبط، هو شو بيعمل، هو ليش بيحكي هيك، طب ما هو كان يحكي لي اني بحبك، طب ما هو كان يحكي لي فجاه نزل انه انا مش طايق جنس ادم كلياته، او مش شرط يعني ايش جنس ادم، بس مو طايق مثلا قصه الحب كلياته، يوم نفسي اشعر بالحب، يوم مثلا تعالوا نوقف وقفه ضد الحب، الحب مثلا خذلنا، يوم تلك الحب افرحنا، فهيك انت كل يوم بحال، كل يوم متقلب، كل يوم كاتب، كل يوم شاعر، كل يوم طباخ، كل يوم مثلا كل يوم انت مثلا اذا انت ست كل يوم شكل جديد، لوك جديد، او مثلا مو شرط انك تغيري لون شعر او شيء، يمكن لبسه جديده، او يمكن تظهر بشخصيه غير شخصيتك، فجاه تكوني دكتوره، فجاه تكوني طبيبه، فجاه تكوني مهندسه مثلا تعملي ديكورات لبيتك، مثلا فجاه تكوني بتقراي تاروت، ففهمتوا فيك وتناقض في الشخصيه. هذا الشخص واقف واقفه مع النفس، وواقف وبتطلع بحكي طب شو اللي بصير، يعني طب بدي افهمها، انا حابب افهمها لانه هو فاهمه، لانه هو تقريبا خربط بشخصياتكم، بشخصيتك احس انه في اشي خربطه، في اشي خربطه. يا برج الحمل، الشخص هذا شو المشكله شايفها؟ اول اشي انت يا برج الحمل شايف انه انت ما عندك امل لا مثلا العلاقه هاي، كمان هو شايفك في مسافات بعيده بيناتكم، وكانه من المستحيل الوصول الى حل في العلاقه هاي، او مثلا اذا كنتوا بدكم تتزوجوا مثلا مستحيل يصير هذا الزواج، لانه انتوا الشخصين مرتبطين، او شخص منكم مرتبط بالتزامات غير انتوا. الشخص على فكره تعبان جدا جدا في التفكير فيكم، جدا جدا، وبراقبكوا على السوشيال وين ما كان بيراقب فيكم، يعني هذا الشخص محطم من ناحيتكم،
إيه على فكرة يا جماعة، إذا حدا بيحكي لي الطاقة عكسية أو القراءة عكسية، صح بس عكسية كمان مرة بحكي لكم، القراءة تقبل العكس لأنه أنت بكون عقلك الباطني محتفظ في المعلومات هاي وإحنا بنقرأها، هو العكس يعني في عقله الباطني محتفظ في المعلومات العكسية. إن شاء الله رح أطلع فيديو أحكي لكم عن هذه الطاقة العكسية وشو كمان نعمل فيها. فهذا الشخص متحير جدا فيه يعني جدا. طب احنا شو نعمل؟ طب اروح اصالحه؟ هو مشوش على فكرة، الشخص هذا مشوش جدا، يمكن مرتبط هذا الشخص، احس انه هو مرتبط بزواج مستقر او مرتبط بعائلة مثلا نوع مسيطرة متسلطة، مثلا مو راضيانة بزواجكو، كأنه ما في امل في زواجكو، فاقدين الامل في الزواج هذا او في العلاقة هاي بسبب حدا مسيطر عليه في العائلة او مسيطر عليه في التفكير، او يمكن هو في علاقة تانية هالعلاقة مسيطر عليه نوع من التسلط، مو حب، تسلط، لانه هو مشاعره الكم كتير مو شوي، هو حاسس ان العلاقة فاقدة الامل، وهو حاسس انه انت مو مستشفي من اللي صار في الماضي، لساتك زعلان. إذا صار مثلا بينكم مشكلة، الشخص هذا حاسك إنك أنت زعلان جدا جدا جدا. فهذا الشخص يعني نيته بصراحة، الشخص هذا لبرج الحمل نيته الزواج، ونيته إنه يرجع، وهو واقف وبلاقي نواياه إنه يعرض عليك أكثر من حل يعجبك، لأن هذا الشخص بحب. خلينا اشوف لك القمر هون، بقول لك صح انه ارتباط، يلا عيشة في ارتباط هون في القراءة، انه اللي حياتك في الحب تصعد الى مستوى عالي من الالتزام. يعني في ناس منكم المنفصلين رح يرجعوا، والمش مرتبطين راح يصير ارتباط بيناتكم. اذا انتوا زعلانين من هذا الشخص انه ما رفع مستوى العلاقه، فهو راجع هذا الشخص نواياه انه يرسم هذه العلاقه ويصير زواج بيناتكم. على فكره الشخص بحبكم جدا جدا طحن، شايفكم انتوا شايفكم غريبين طيبين، شخصياتكم جميله جدا، بتقنقوا في الشخصيات، وبرج الحمل يعني معروف انه شخص كاريزما وشخص بيحب التغيير والباشن والاشياء هاي، كثير كثير نظرة هذا الشخص. وعلى فكره نواياه انه يعرض عليكم اكثر من حل، يعرض عليكم اكثر من انه علاقه مثلا حب، لا علاقه زواج اكثر. هذا الشخص كانه بده يعطيكم انه مثلا يجي يحكي لكم انا راح احقق لكم كل احلامكم، لانه هيك يمكن هو في استقرار حاليا او بيحاول انه يستقر ماديا. هذا الانسان يمكن انتو تتعاملوا مع برج الثور فبتحسوا بطيء، لانه هون مشتت يعني على فكره ما تتقيدوا في الابراج. طب خليني اطول لكم كروت من القمر. خلينا ناخذ نصيحه من القمر. فيعني يا جماعة الشخص هذا بحبه جدا، وهو ناوي الارتباط ان شاء الله، في رجوع لبرج الحمل اللي بيسأل المنفصلين، في رجوع او في رجوع. الشخص هذا بحبه جدا جدا، وكان فاقد الامل في العلاقة، بس هو زي بحاول انه يرجع الامل للعلاقة، بحاول يعمل جهده لحتى يحقق لكم امنياتكم. وعلى فكرة الشخص راح يتواصل معك عن طريق الانترنت، عن طريق رسالة مسج، اتصال مفاجئ على فكرة، راح تتفاجئوا في هذا الاتصال. اذا زمان انكم منفصلين مدة، انا حاسس ان هذا الانفصال له مدة طويلة، هذا الشخص راح يفاجئكم في اتصال. طيب خلينا نشوف القمر شو بيحكي لنا كمان. طيب خلينا نعطي لكم كمان كارت.